اول يوم في إثري متحمس؟ متحمس اكيد، ليش مو متحمس؟ في حاجات كثيره بنوريكم اياها. طيب يلا نخش جوا. يلا خلينا نخش. حاجة معنا رهيبة هي البوث حق لعبة شادو اوف توبريدر. زي ما تشوفون صراحة تعبوا كثير في البوث، حطوا لكم الشعار فوق مكتوب، وايضا وراي في زي حق الحجر اللي داخل اللعبة اللي فيه علامات الانكا والاشياء هذه الحضارات. ومو بس كذا، في برضه هناك تقدر تصور مع علامة توبريدر، وتقدر برضه تجرب اللعبة هنا. الحين خلونا نشوف واحدة من العاب يوبيسوفت الرهيبة اللي منتظر ايضا، لعبة اساسن كريد اوديسي. يلا زي ما تشوفوا احنا الحين في جناح يوبيسوفت، وبالتحديد عند لعبة The Division 2. اللعبة هذه طبعا كثير ناس منتظر. لحظة، ايوة، لا 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 يا اخوي، مو مطعم بيتزا ده، هذا E3. اوكي، الوب لعبة The Division 2 هذه ناس كثير منتظرينها، والحماس اكثر انه صار يا ربي. نعم، مو بيتزا ذا. طيب ايش تبي؟ ببروني؟ طب انا ناس عشاني سك بوجي بعدين. الو، اللعبه هذه ناس كثير منتظرينها صراحه، ولان كثير لعبوا الاجزاء القديمه وتحمسوا للاشياء اللي قاعد تصير فيها، خاصه الحين الجزء هذا راح يضيفون اشياء اكثر وتصير حماسيه اكثر، بيركزون على الاونلاين اكثر من الاجزاء اللي قبل. الحين في قسم يوبيسوفت زي ما تشوفون يعتبر واحد من اكبر اقسام بي 3، عندنا العاب متنوعه هنا، هنا في لعبه ديفيجن 2، وهنا في لعبه ستارلينك اللي حق الطيارات، وعندك هناك ترايلز فور اونر، سكالن بونز، وهنا في لعبه اساسن كريد اوديسي الرهيبه اللي الناس كلهم ينتظرونها. بس هنا في تمثال حق شو اسمه اساسن كريد. طب ايش اللعبه اللي تبغى تشوفها؟ ايش اللعبه اللي تبغى تشوفها؟ ابغى اشوف اساسن كريد، خاصه بشوف ايش سالفه الجريك ميثولوجي حقهم زي كذا. خلينا نروح نشوفها مع بعض. يلا يلا. يا ساتر عمران، تشوف الزحمه؟ هذول كل الناس اللي يبون يصوروا لعبه اساسن كريد اوريجنز. مو مشكلة، حنا ندبر نفسنا بعدين، بس عشان اوري الناس انه كيف كل واحد متحمس فيها، وتشوف كيف الطابور واصل لين اخر الدنيا، وعلى اساس لما تلعب يعطونك خوذة. اما ايه، شو الخوذة هناك محطوطة على الكرتونة. انا جيت بدري ولعبت. خايك بس اعطاني خوذة. بعدين بلعب انا. ايه خلاص ما عليك، ضبطك. كمان عندنا ماري روبوت هناك عشان اضافة الجديدة. اوه ماري روبوت صح، لا بس ما لها بوث ترى. والحين بنشوف احد اعظم الالعاب اللي موجوده في E3، خلينا نشوفها مع بعض. عرفتوا شو هو؟ الباص حق لعبه فورتنايت. خلينا نطلع الباص واطلع برا شوت، يمكن اقدر اسويها، ممكن يسمحوني. خلينا نشوفها مع بعض. خليكم كمل التصوير دحين. ايه زي ما انتم شايفين جودة الغرفة هذه، في حاجة تتعلق عليها بعدين يصوروك، بعدين يطلعوك انك لاعب ماسك الباراشوت حق فورتنايت. وحتى في المنطقة الثانية بدك تتصور انت ترقص رقصات معينة،
بعدين يضبطوا لك اياه مونتاج ويطلعوا لك اياه حاجه جميله. بس بنحاول نجربها، بس زي ما انتم شايفين الطابور شويه 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 زحمة، الطابور كانه طابور البيك. فخلينا نجيب الباص ان شاء الله نقدر نركب. تتوقع يركبونا؟ اوه عندهم متجر خاص، حتى لو تلاحظون انه في متجر هناك تيشرتات واغراض والاشياء حقت فورتنايت. خلينا نشوف يمكن قال لي شيء حلو اشتري من عندهم. اوه البنياتا، شو البنياتا. بلعبها 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 يا اخي، بلعب البنياتا هذه. تتوقع اطيح بسرعه ولا اجلس؟ ايه تجلس يعني قوي عمران. والله بجلس، بحاول بس فيها عليها طابور، شكلها عليها طابور طويل. هذا هو المتجر حق فورتنايت، تيشرتات وكابس، وايضا عندهم والله اتوقع انه هذا الاشياء اللي عندهم، ما شاء اغلب التيشرتات بس. وعندهم احد التيشرتات اللي مكتوب عليها اي 3 اكسكلوسيفز، اللي هي الحصريه بس تلقاها في هذا المتجر اللي هنا حق اي 3. خلينا افكر فيها بعدين. الحين واحنا عند البوث حق فورتنايت اعطونا كاسات ببلاش زي ما انتم شايفين هنا الدرع الازرق، نعبي شويه من الدرع ونشرب ونتفلت على خلق الله. وش ذا عمران؟ ما يسوي شيء. وش ذا اصلا؟ كذابين، مو درع ولا شيء. يعني انهم مسوين انه درع بس مو درع، نصابين، مويه عاديه طلعت. متحمس من اول حس بدرع. ها محمد وش اليوم جربت؟ جربنا ريزنت ايفل 2. حلو. رهيبه رهيبه رهيبه، اللي لعبها على البلايستيشن 1 ذكريات. الحين سووا اللعبه من جديد وطالع يعني شيء خرافي. اوكي. العشاق الكلاسيك بيحبونها. رحنا قسم نينتندو جربنا كم لعبه على السريع. عمر الحين رايح يشوف ذا لاست اوف اس 2. لاست اوف اس. وبعدين بروح الليله، لسه ما خلص المعرض، بروح عند سيدي بروجكت ريد سايبر بانك، بشوف هذا شيء متحمس له بشكل. اما جاك موعد؟ جاني موعد بشوف اللعب، بشوف. طب ليش ما اعطوني اياه انا؟ بقول لهم يا اخي انا افهم احسن منك. انا كنت العب سي دي بروجكت، مدري ايش اسمها هي المره الثانيه، ايش اسم الشركه، كنت العب وانا صغير يا سي دي بروجكت ريد. اوه العبها من 30 سنه. اي المفروض يختاروني انا. وش اللعبه حق 30 سنه هذه اللي موجوده حق سي دي بروجكت ريد؟ سلك يا اخي، لا تسوي بي انك تحشر، لا تسوي انك تحشر. في باص خذ بلوك في باص فورتنايت. شفنا باص. بالامانه في حاجه بقولها، اوكي، انه من اكثر الاشياء اللي رايحتنا في الرحله جوال هواوي، اوكي، اها، بي 20 برو. اوكي، الشيء الرهيب انه بطاريته جامده. يعني انا دائما المعارض اللي اروح لها واحد من الاشياء اللي اتوهق فيها اشيل الجوال، لاني طول الوقت اغرد تويتات وما ادري ايش، واصور سناب شات وانزل صور وفيديوز، البطارية تخلص. الجوال هذا رهيبة بطاريته، غير أننا استخدمناه في التصوير كله حق الفلوقات دي اللي تشوفونها، الفيديوهات التغطيات اللي نسويها كلها فيه. وحتى الكاميرات هذه حطيت صورة قبل شوي في تويتر، حقوا عليها الناس. الثلاث كاميرات هذه تخليك تصور في الليل صور رهيبة جدا. ف 4000 امبير بطارية، يعطيهم العافية والله. واوي عطوني أكثر من جوال، سهلوا علينا جدا هذا الفلو على التغطية. أحمد إيش قاعد تسوي؟ أنت اللي صورته؟ ايش قاعد تسوي يا احمد؟ شفت اللي صورته؟ صورت ايش؟ وريني. راويني. بوريك. اخلص. هذه رسالة السعودية. شباب اللي يتذكر هالحلاوة هذا يكتب في التعليقات، اللي يحبه يكتب. والله قديم. يلا انا وراي دستني بعد ساعة. بس حلو يعني. اوكي ايش عندنا كمان؟ خلاص خلصنا. ورينا التيشيرت حق ريزنت ايفل اللي اعطوني اياه. ايه اللي انا جربت اللعبه. نعم بجرب انا كمان مو بس انت. كم ريال يبيعوه؟ كان يبيع الفرق، عرفته الطويل. ايه بالطويل بريال كان يبيع. ورينا الوجه. الله اشوف كذا. هات بس هات. ما بالك ما بس بشوف بس بشوف. الله خليك. عندك بالاكواخ عمران.